السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة المرحلة الثالثة ضمن مادة ميكانيك التربة، اليوم وصلنا إلى موضوع اسمه Soil Permeability and Flow، يعني نفاذية التربة والجريان من خلالها. طبعا هذا الموضوع جدا مهم، تقريبا إن شاء الله راح يربطك مع مواضيع تاخذها بالمرحلة الرابعة اسمها Ground Water بالنسبة أقصد لطلبة الموارد المائية. هسه نجي نعرف بصورة عامة شنو معنى البيرمابلتي للمادة، يعني بدون ما نتخصص هسه بالسؤال. البيرمابلتي يقصد بها هي الماتيريال از بيرمابل اف كونتينت كونتينوس فيديو، يعني فويد. شو يقصد بها؟ ان المادة دائما تكون نفاذة اذا كانت تحتوي على فراغات كونتينوس فويد، يعني فراغات مستمرة. سو جميع هاي المواد ايا كانت all materials such as rock, concrete, soil are permeable. The flow of water، هسه نجي إلى ميكانيكية الجريان. The flow of water through of all of them obvious approximately the same law. دائما حركة الـ يعني يخضع تدفق الماء بصورة عامة خلال جميع يعني هذه المواد لنفس القوانين تقريبا. الاختلاف يعني تدفق المياه من خلال الصخور أو الخرسانة هو اختلاف في درجة التدفق، يعني ممكن التربة نسبة الفراغات بها أكثر من درجة الفراغات الموجودة بالخرسانة أو بالصخور، مجرد هنالك اختلاف بالدرجة، لكن هي تخضع بالكل لنفس يعني نفس الكريتيريا أو القوانين. تؤثر نفاذية التربة يعني بصورة عامة. The permeability of soil has division effect on stability of foundation، راح تأثر على استقرار الأساسات. ليش؟ لأنه السيبج أو فقدان التسرب throw embankment ايضا راح يسبب لي انه فقدان للتسرب من خلال سدود الخزانات، يعني يقلل لي نسبه الماء الموجود الابستريم نتيجه التسرب تحت المنشأ، وكذلك حفر القطع المحروق. يعني بصوره عامه راح نجي ناخذها ان شاء الله ندرسها حتى نعرف ميكانيكيه الجريان، وبالتالي اقدر انطف الكريتيريا تعالج هذا النوع الجريان او غلق مسامات التربه الى حد ممكن باستخدام مواد sustainability material او مواد اخرى او فد نوع من المنشآت يعني اللي تصنع مع او توضع مع المنشأ الهيدروليكي نفسه حتى نقلل هذا السيبج او نقلل خط الزحف الخاص به، وبالتالي نقلل مقدار الخسائر اللي تجي بسببه. هسه راح نتخصص ناخذ السويل بيرمابلتي، نفاذية التربة. نفاذية التربة هي مقياس is the measure indicating يشير الى capacity قدرة التربة او الصخور allow تو السماح للسوائل او يعني الفلود بصوره عامه بالجريان او بالمرور من خلالها. غالبا ما يتم تمثيل البيرمابلتي بمعامل نسميه معامل النفاذيه البيرمابلتي كوفيشنت كي، وراح يمر علينا هنا بهذا الموضوع بكثره، باستخدام قانون اسمه قانون دارسي كويجن، تمام، اللي هو يحسب لنا سرعه الماء خلال البروس ميديا خلال الوسط المسامي الفي يساوي لنا الكي في الاي اللي هو معامل النفاذيه في التغير الهيدروليكي. هسه راح نجي ناخذه بالتفصيل. هسه راح ناخذ معلومات عامه. الفلو اوف ووتر ثرو سويل، نمبر 1 الفلو ميكانيزم طريقه يعني الميكانيكيه لحركه الجريان او ما يسمى الهيدروليك جريدينت اللي هو هذا رمز الاي. شنو معناه يقصد به الهيدروليك جريدينت؟ يقصد به وين ووتر فلو ثرو ساتوريتد سويل، عندما الماء يتدفق عبر كتله من التربه مشبعه تكون هنالك مقاومة للتدفق بسبب وجود مادة صلبة، لأن احنا ما راح يجري خلال وسط بالكامل هو مسامي، وإنما وسط يحتوي على فراغات وهذه الفراغات محاطة بمواد صلدة أو احنا نسميها التربة يعني soil particle، فيتعرض إلى مقاومة certain resistance of the flow because the pressure of solid material. So لهذا السبب فإن القوانين اللي أخذتوها أنت السابقة اللو اللي أخذتها بمادة ميكانيك المواع تنطبق على تدفق المواع عبر الأنابيب، أيضا تنطبق بصورة عامة على تدفق المياه عبر التربة وفقا لمعادلة راح نستخدم المعادلة الأصلية معادلة برنولي as per Bernoulli equation. The total height يعني الارتفاع الكلي at any point in water under steady flow equation أو under steady flow condition يمكن التعبير عنه بهذه العبارة، أن التوتال هيد يساوي لك البرجر هيد ضغط أو ارتفاع نتيجة البرجر زائد الفيلوسيتي هيد زائد الإلفيشن هيد. بس راح نجي نوضحها بالمناسبة، هذا الجريان يسمونه باسم الجريان عبر التربة بالون دي فلو، راح ناخذه إن شاء الله بالتفصيل بالمحاضرة القادمة. تمام عيني؟
يعني هذا الموضوع يعتبر موضوع جدا مهم. السبب طلاب، بس احد اذا يعرف الكريتيريا بصورة عامة انه احنا ليش بدنا ناخذ هاي المواضيع الخاصة بميكانيكا التربة ضمن موضوع جريان الماء. يعني انا شنو استفاد من عندك كهندسة مدني او كهندسة موارد مائية؟ يعني احنا راح ندرس ان شاء الله على المرحلة الرابعة مادة نسميها السويل ميكان، اللي عفوا الاساسات، الفاونديشن او ديزاين او فاونديشن. سو احد الامور اللي تاثر على تكوين الاساسات واستقراريتها وتحديد نوعها هو نوع التربه والكابابيلتي مالتها، قابليه تحملها، بالاضافه الى مقدار التسرب من عندها. كل ما تكون التربه صلده ونسبه الفويد ريشيو الخاص بها قليل، كل ما تكون التربه متماسكه ونسبه الكوهيجن لها عالي، وبالتالي راح احنا نعتبرها هي بحد ذاتها كاساس قوي يمكن الاعتماد عليه في او بناء الاساسات الخاصه بالمنشأ ايا كان نوع المنشأ. سو دراسه هذا النوع من المنشآت او هذا النوع من المتغيرات يعتبر موضوع جدا مهم، فراح نتناوله ان شاء الله بشكل تفصيلي، وراح ناخذ بيه نوعين من الجريان. احنا نسميه الجريان النوع الاول هو الجريان الوندي، اللي يعني وكأنه سريان الماء خلال التربه باتجاه واحد. وبعدين راح ناخذ اخر شيء بنهايه هذا الموضوع ال2D اللي هو جريان اسفل المنشآت الهيدروليكيه. لذلك يعتبر هذا الموضوع جدا مهم. الكريتيريا مالته احنا نسميه 1 دايمنشن و2 دايمنشن فلو بصوره عامه. المطلوب من عندك تعرف بعض المصطلحات، يعني اول مصطلح حسنا احنا لحد الان عرفنا شنو هو الكوفيشنت اوف بيرمابيلتي، تمام، معامل النفاذيه، وعرفنا شنو معامل النفاذيه الكي، قلنا هو مقياس لسرعه الماء في تربة معينة، هاي يعني بصورة عامة. لذلك هو يحدد، يعتمد على بصورة عامة على حجم حبيبات التربة، يعني القطر الفعال المستخدم دائما هو يستخدمون الدي 10، نسبة العابر من المنخل رقم 10، تمام عيني. فكل ما كانت قيمة الكي أكبر يعني نفاذية التربة تكون عالية، تمام. نسبة الفجوات للتربة من تزداد، يعني الفويد ريشيو كل ما تزداد راح تزداد قيمة الكي. هسه خلصنا أول معامل، وصلنا للمعامل الثاني اللي هو شنو اسمه؟ الهيدروليك جراديانت. يعني شنو معناه؟ معناه الانحدار الهيدروليكي. وش يقصد بالانحدار الهيدروليكي؟ يقصد به انه اثناء، سبق ونوهنا لانه جريان الماء داخل التربه يفقد جزء من طاقته. شنو السبب؟ قلنا بسبب وجود المواد الصلبه، تمام عيني؟ فالجريان باتجاه واحد او باتجاهين، هسه راح نجي. الجريان اذا كان باتجاه واحد اللي هو هذا، يعني التربة أو الماء يسري باتجاه واحد ما يجي له من عدة اتجاهات، فهذا يسمونه الـ One Dimension Flow. هنا شو راح تحسب أنت الهيدروليك جريدينت؟ راح تحسبه عن طريق القانون اللي هو نرمز له بالآي، يساوي لك الفقدان في الطاقة الكلية بين أي نقطتين. هسا هاي نقطة داخل التربة اسمها أي، ونقطة داخل التربة اسمها بي. ففقدان الطاقة أو الهيد بين نقطة أي إلى نقطة بي، لاحظ ارتفاع الهيد في نقطة أي بهذا المقدار وارتفاع الهيد في نقطة بي بهذا المقدار، الفرق بين أي وبي شو نسميه؟ نسميه دلتا اتش، يعني الهيد لوسز على المسافة بين أي وبي اللي شو اسمها؟ ال. فمقدار الدلتا اتش على ال، المسافة بين أي وبي، يسمونه الانحدار الهيدروليكي، الهيدروليك جريدينت. هذا ضروري جدا تعرفه أنت وتعرف تفصيلته. بالمناسبة دائما يعني معلومات عامة، قيمة الانحدار الهيدروليكي الآي ثابتة للتربة الواحدة. ننتبه إذا كان الجريان شنو؟ باتجاه واحد، يعني one dimension flow، تمام؟ هاي بصورة عامة، يعني الامتداد مالته يكون على طول خط الجريان، يكون دائما قيمة الانحدار الهيدروليكي قيمته واحدة. سو هسه راح نجي ناخذ بعض المعلومات الأخرى. هذا هو قانونه، الـ H بصورة عامة يساوي معادلة برنولي، بعدين يتحدد بهذا الاتجاه ونقيس الاتجاه الهيدروليكي اللي قلنا شو يساوي لنا الفرق بين الهيد على الدستنس او المسافه الخاصه بالموضوع. هذا هو الاي، هذا القانون لازم تكتبه ضمن ورقه القوانين، يساوي لك الدلتا اتش، لاحظ الفرق بيناتهم، على المسافه بين النقطتين لنفس عينه التربه او عينه التربه المستخدمه اللي احنا شو نسميها؟ نسميها ال هيدروليك جريدينت، يعني قيمه الارتفاع الهيدروليكي او قيمه المسافه او المسافه الافقيه بين النقطتين، بالاضافه الى فرق الهيد او فرق الارتفاع او فرق المنسوب بالماء بين نقطتين داخل نفس النموذج، تمام عيني. فاذا هذا القانون يثبت، هذا الاي اللي هو الهيدروليك جريدينت يثبت ضمن القوانين. هنا ان شاء الله ما عندكم مشكله. هسه بي وهاي الدليل ينطيك هنا بعض النتائج، لاحظ هسه هاي التربه بالعكس،
يعني نموذج التربه، لكن ايضا لاحظ نقطه بي هذا الاتش مالتها، وهاي نقطه اي هذا الارتفاع الهيدروليكي، الفرق بيناتهم شو نسميه؟ دلتا اتش، والمسافه بين اي وبي شو نسميها؟ نسميها الال، فدلتا اتش على الال. بعد اكو بعض الامور الثانيه، كل نقطه ايش قد نسبه ارتفاعها عن الداتوم؟ الداتوم يقصد به المنسوب، يعني المنسوب الاصلي بهذه التربه، ايش قد نقطه اي تبعد؟ نسميها زد اي. تمام، ايش قد نقطه بي تبعد؟ نسميها زد للبي، يعني الزد يشير للارتفاع اللي احنا نسميه قيمته، يعني شلون يسمى؟ يسمى بقيمه الارتفاع او مقدار الارتفاع، مو الهيدروليكي وانما الارتفاع، يعني الليفل منسوبها، ايش قد قيمه المنسوب لهذه النقطه عن مستوى سطح البحر او يسمونه الداتوم. ان شاء الله راح نجي ناخذها بالتفصيل بالمحاضرات الخاصه بها. فهذا فرق الهيد الاي عن البي، انطاق اشتقاق المعادله بالكامل. انا صراحه ما اطلب من عندك اشتقاق المعادلات، وقيمه برنولي اكو ضمن المعادلات اللي اخذتوها برنولي، يعني معادله برنولي معروفه اللي هو شو تساوي لك الاتش البرجر هيد على الجاما ووتر في البي تربيع على 2 جي زائد الزد. اخذتوا هذا المعامل ايضا، كنتوا تهملون قيمته كقيمه كبرى وين؟ عدة جريان الماء داخل الخزانات، لان قلنا داخل الخزانات قيمه الفيلوسيتي يعني الفي تربيع هو في قليله، والدور تتربع تصير اقل على 2 جي، لذلك كاد يمكن اهمالها. بالضبط داخل التربه، لان جريان الماء داخل التربه يصنف على اساس انه هو لمنر، لانه يكون دقيق جدا، لانه هو يصير خلال فويد صغيره. لذلك ذاكر لك هنا انه قيمه الفي تربيع اوفر 2 جي يمكن اهمالها. For all particle process the velocity head is a small quantity and maybe neglected، يمكن عمليه اهمالها. تمام، فهذا هو مقدار الارتفاع الهيدروليكي اللي اول قانون الهيدروليكي جريدينت، انحدار الهيدروليكي يساوي التغير بالهيد نسبه الى الطول بين النقطتين. تمام، عيني هذا القانون يكتب، هذا اللي هو اي يساوي ان الدلتا اتش على الار، يكتب ضمن القوانين الخاصه بال يعني هذا حتى يدخلوا وياك من الامتحان. هذا يقصد بالزون اللي عن طريقه انتقال الفيلوسيتي الهيدروليك جريدينت مع الفيلوسيتي، كل ما زادت الفيلوسيتي الهيدروليك جريدينت راح يزيد ويتحول من اللامينر يشبه جريان الماء داخل الانابيب والترانزيشن افتر ذات التربلنت فلو. تمام، العلاقه لذلك نجد احنا العلاقه بين الفيلوسيتي والاي الهيدروليك جريدينت. هسه حتى نحسب احنا نسميه المقدار سرعه الماء داخل التربه نستخدم قانون يسمونه قانون دارسي. سو راح نوضح قانون ما يقصد بقانون دارسي وشنو التطبيقات اللي او المبادئ اللي تسري عليه. دارسي لو اند اذر برينسيبل. دارسي لو از كوانتيتيف ايكويشن، يقصد به هو معادله تاسيسيه تصف بالضبط ديسكريب ذا فلو اوف فلويد ثروف البيربوس ميديا، يصف تدفق السائل عبر وسط مسامي. اللي ساق هذا القانون هو عالم اسمه هنري دارسي، لذلك سميت المعادله هذا هنري دارسي، لذلك سميت المعادله باسمه. تمام، يعني اعتماد على عدد من التجارب التطبيقيه اجراها على تدفق الماء عبر طبقات مختلفه من الرمل، اللي شككت او اعتبرت هي كونسيدر هي اساس لعلم الهيدروجيولوجي اللي احنا نشتغل عليه، اللي هو فرع من فروع علم الارض اللي احنا هسه حاليا ندرس البرمجه الخاصه به. هاي المعادله استنبطها العالم دارسي عام 1256 كمعلومات عامه عنه، لصيغه تجريبيه لسلوك تدفق الماء عبر الترب المشبعه. لذلك وجد ان قيمه التصريف ينحسب بهذا اعتمادا على قيمه الانحدار الهيدروليكي، يمكن قياسه الكيو يساوي الكي في الاي في الاي، الكي ونفاذيه التربه او معامل نفاذيه التربه تحسبه، في الاي هو الانحدار الهيدروليكي، والاي هو يسمونه احنا مساحه العينه او مساحه النموذج اللي انا راح ادرس عليه الحساب. تمام، عيني هو الاي معناها الكي، وهذا قيمه الاي اللي هي شو نسميها احنا؟ نسميها مساحه النموذج او قيمه النموذج. تمام، عيني هذا هو المقدار قيمه الكي. هاي هنا منطق عدد من القيم انه التمبرتشر او قياس قيمه الكي. بالمناسبه قيمه الكي معامل نفاذيه التربه يقاس عمليا، ان شاء الله راح ناخذه ضمن الجزء العملي. تمام، عيني هذا هو نموذج التربه، يقول لك الفلو ان والفلو اوت
وهذا معادل دارسي لو الفيسا والكي في الاي، وهذا الافرج فيلوسيتي، وهذا الكوفيشنت اوف بيرمابيليتي، وان شاء الله راح نتعلم شلون نقيسه عمليا او مختبريا احنا، والهايدروليك جريدينت اللي سبقنا وهنا هو الانحدار الهايدروليكي، هذا هو السيفج فلو، وتعلمنا شلون قيمه الكي سمول الاقلال وحده واحده للتربه هي الاريا اوف سويل سوليد كروس سكشن، تمام عيني، ونقيسه. التجارب العملية الديسشارج اند سيبج فيلوسيتيز بصورة عامة يطلق على قيمة الكي هو الموصلية الهيدروليكية، احنا سبق وهنا قلنا عليه هو المعامل النفاذية بصورة عامة اللي يتناسب معامل النفاذية عكسيا مع لزوجة الماء، احنا مثلنا هاي الامور، المهم انه انت تتعلم شلون تقيسه ان شاء الله عملية. هذا الجريان يسمونه ال 1D flow dimension flow راح ناخذه على المحاضرة القادمة بشكل تفصيلي، وافضل راح يكون تاخذ هاي الكريتيريا الخاصه بيه وهذا الهايدروليك كونتكتيفيتي، بس نريد ننوه ايش راح ناخذ بالعمليه حتى نقيس معامل نفاذيه التربه، اللابورتري ميجرمنت القياسات المختبريه اللي حتى اقيس معناتها الهايدروليك كونتكتيفيتي اللي معامل او الكوفيشنت الخاص بالموصليه الهايدروليكيه. اول شيء اذا كانت التربه الكوهيجن ليس يعني نسبه التماسك مالتها قليل مثل الساند والجرافول، نستخدم طريقتين الكونستانت هيت تيست والفولينج هيت تيست، والتراب المتماسكة جداً الكوهيزيف سويل اللي هي السلط والكلي نستخدم الترايكسيل سيل خلية الترايكسيل، وإن شاء الله أيضاً راح ناخذ هاي التجارب بالكامل بالعملي. أكو قياسات لنفاذية التربة بالموقع يسمونها الفولد ميثود، الطريقة الأولى البومبل تيست والبور هول تيست، تمام عيني، هاي منها اللابورتري تيست هاي مو يعني مذكورة بالمحاضرة لكن مو مهمتك أنه تعرفها صراحة لأنه إحنا راح ناخذها بالعملي، يعني هاي لابورتري تيست بالكامل، الكونستانت هيت تيست والفولنك هيت تيست راح ناخذ ان شاء الله بالكامل ضمن ماده العملي، تمام عيني، هذا بالكامل هنا ناخذهم، هاي واضحه امامكم الكونستانت والفولنك راح نتناولهم ان شاء الله بالعملي ونشرحهم بالتفصيل ان شاء الله. يبقى التو دايمنشن فلو والتيست الكونفايند والانكونفايند هاي ضمن التو دايمنشن فلو، هاي ناخذهم بعدين. محاضرتنا لهذا اليوم هو معرفه شنو معنى السويل بيرمابيليتي وما هي انواع الفلو ضمن التربه على نوعين يكون 1 دايمنشن و 2 دايمنشن، وما معنى الهيدروليك جريدينت، وتعرف البيرمابيليتي او الموصليه الهيدروليكيه، وكذلك تعرف تحسب مساحه مقطع الجريان. ان شاء الله على المحاضره القادمه راح نبتدي باول انواع الجريان اللي هو ال 1 دايمنشن فلو ثروف بروس ميديا او ثروف سويل. لحد هنا اذا عندك سؤال تقدر تراسلني على القناه.